شيء يعني عبرت فيه عن الفراق؟ أنا من النوع اللي أصدم إذا عبرت بالفراق. طيب أبو عمار يقول لك إن جيتنا يا زين نبغاك بالطيب والتقدير واللين، ولا عساها الرب يرفاك، مالي ومال اللي مقفين، يا ما رجيتك بس لأرضاك، تقدير للي بيننا البين، ودامك نويت البعد حياك أظن دربك تعرفه زين. الله الله أكبر الله أكبر. تعامل مرن جدا، اللي نبغانا يبغانا نبغاه، واللي ما يبغانا ايش ياخذ تاكسي. مع السلامه. مع ابراهيم عيد ابو علي. انا ما راح اقول لك على طاري صوت المطر لانه حقت